ويؤكد الخبراء أن ما لا يقل عن ثلث طعامنا يعتمد بشكل مباشر في إنتاجه على النحل، وذلك وفقاً لصحيفة الإندبندنت البريطانية. ووسط تأكيدات من العلماء والخبراء بمختلف أنحاء العالم على أهمية الحفاظ على النحل، أشاروا إلى أن انقراضه قد يتسبب في عدة أزمات. فهل تساءل أحد يوماً ما، ماذا لو اختل نظامنا البيئي؟ عفواً، وانقرض النحل، ما الذي ممكن أن يحصل؟ كيف يسهم هذا المخلوق الصغير في حماية الكوكب والحفاظ عليه، وما أهميته لتحقيق التوازن والأمن الغذائي؟ نتحدث حول هذا اليوم مع ضيفنا في صباح بلقيس، أخصائي في تربية النحل يوسف إبراهيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النشاط، يعني اقتداءً بالنحل، النحلات النشيطة أيضاً التي تسعى. الظهر أنه الآن أحتاج إلى عسل علشان يساعدني على التشافي. طيب، بداية أستاذ يوسف، نبدأ من التساؤل الأول، ما هو دور النحل في استمرار الحياة على كوكب الأرض؟ طبعا بشكل رئيسي الغطاء النباتي على وجه الكرة الأرضية هو مكون من النباتات، يعني نباتات هي حتى تستمر وتتوسع وتتكاثر، فهي بحاجة إلى مجموعة من البولينيترز اللي هي الحشرات أو الحيوانات الملقحة لهذه النباتات. على رأس قائمة البولينيترز يجي نحل العسل، أو يجي بعده مباشرة النحل الطنان اللي هو البومبل بيز. فنحل العسل ما هو بس يجمع العسل خلال جمع النحلة للرحيق لصنع العسل وجمعه في الخلية، فهي تساهم أيضا في حفاظ واستمرار الأنواع النباتية والغطاء النباتي الموجود على سطح الكرة الأرضية. سبحان الله. أيوة. ونحل العسل بالذات يميل لتركيز طاقته على نوع واحد من النباتات، فالنحلة لما تروح تزور زهرة تروح تزور نفس النوع نفس النبات في الزيارة الواحدة التي تقوم فيها، فهي لا تضيع جهد النبتة حقيقة، وإنما تساهم باستمرارها بتلقيح الزهرة من نفس النوع في زيارتها لهذه الزهرات أثناء جمع الرحيق. جميل جدا. إحنا لما نتكلم عن الأمن الغذائي حابين نعرف إنه كيف النحل يسهم في الحفاظ عليه. يعني كما ذكرت في التقرير، هذا الكلام مو مبالغ فيه حقيقة، إنه نحن كل 4 لقم طعام نتناولها النحل مسؤول عن 3 منها بشكل مباشر أو غير مباشر. ف يعني مثلا بعض الأمثلة عن الأطعمة التي لن تكون متاحة في حال توقف النحل عن السعي أو الرعي واستمرار في، مثلا البروكولي، الهليون، عائلة الكوسة واليقطين، الكوكمبر بشكل عام، يعني والخيار والبطيخ والشمام، بالإضافة للوزيات، الكرز، الدراق، المشمش، التفاح، الإجاص، التوت البري، هذه الأنواع كلها ستنحصر بشكل تدريجي. ما نقدر نعيش بدونها يعني. تمام. فعلاً. ستنحصر بشكل تدريجي لحتى الزوال في حال لم يقوم نحل العسل في التدخل لإنقاذها وتلقيحها بشكل مستمر. سبحان الله، من كان يتخيل؟ يمكن الناس الذي ما يقرأوش عن هذا الموضوع بينصدموا لما يسمعوا هذه المعلومات. نعم. طيب، ما هي المشاكل والأزمات اللي ممكن تحصل لو انقرض النحل؟ لو انقرض النحل لا قدر الله ستعيش الكرة الأرضية في انحدار، الحياة على سطح الكرة الأرضية ستنحدر بشكل مستمر لمدة 4 سنوات حتى زوالها بشكل تام. فالنحل يعني يساهم بشكل مباشر في بقاء واستمرار الحياة على سطح الكرة الأرضية. أنا لما كنت أشوف نحلة كنت أهرب. الحين أنا كل التقدير للنحل صراحة، لأنه أنت تقول 4 سنوات. أيوة. يعني هذا يبين أهمية هذا المخلوق سبحان الله على الأرض، يعني فترة قصيرة جدا 4 سنوات، تخيلوا. فعلا يمكن هذا يخلينا نعرف أنه البشر لا يستطيعوا أن يلعبوا يعني دور النحل في عملية التلقيح، يعني يتوفر علينا كثير من الطاقة، الوقت، المجهود. صحيح. فتخيل مثلا لو البشر قرروا أنهم يلعبوا هذا الدور، دور النحلات، مش هنقدر. مكلف جدا. أيوة، مكلف وغير منطقي، غير ممكن التطبيق. طيب، كيف نواجه الآن هذه المشكلة، مشكلة نقص النحل في العالم؟ يعني مشكلة نقص النحل في العالم هي مشكلة شديدة، سببها التغير البيئي الذي يحصل في كوكبنا. يعني حاليا نحن نتجه نحو الزراعات الصناعية، اللي هو المزارعين يزرعوا محاصيل فردية في الحقول، يعني يستمر الموسم مثلا شهر أو شهرين، بعد ذلك لن يستمر النحل، يعني لو انتهى المحصول النحل يحتاج إلى مرعى ليقوم بالتغذية ويرعى عليه ليستمر. فالنحال يعني امام خيارين في هذا الامر، اما انه يرحل النحل، ياخذ النحل ويقوم بترحيله لمكان ثاني في مرعى جديد يرعى فيه النحل ويجمع العسل، او انه يقوم بزراعه محاصيل اخرى، او انه طبعا يغذي.
يغذي نحله عشان ما يموت، يجيب سكر او عجينات كاندي علشان بس يقوم النحل ما يموت. فالفكره انه نحن لازم نتجه في زراعتنا حتى نحافظ على النحل، لازم نكون نزرع، نحط في بالنا نزرع زراعات متتابعه، يعني محاصيل متتابعه، بحيث النحل باستمرار يكون يرعى، يوجد في مرعى غذاء يستطيع النحل انه يستمر، وحتى ما نضطر حتى يعني يجب ان نتجه للزراعه الدائمه، بحيث انه ما نضطر نحن نرحل النحل من موسم الى موسم، من محصول الى محصول. فيعني نحاول نحدد الاماكن اللي النحل اللي هو يرعى فيها في اماكن محدده، ونحن نساعده على هذا الشيء، ونستعمل نحاول نحن قدر الامكان نستعمل سلالات النحل المحليه، يعني مثلا النحل الافريقي يستعمل في مكانه، يربى في مكانه، فهذه افضل بيئه له، لا يتم نقله مثلا لاماكن اللي يعيش فيها، هذه ستسبب صعوبه لدى النحل في العيش، فهو نحل تناسبه البيئه الافريقيه، النحل السوري، النحل المصري، النحل الاوروبي، القوقازي، الكرينيولي، وهذه يعني سلالات النحل تتناسب مع البيئات التي هي نشات فيها. طيب تكلمت عن سمية، تكلم عن السلالات وتكلمت عن انواع النحل، في البدايه قلت النحل الطنان، ممكن تكلمنا اكثر عن النحل الطنان وانواع كذلك النحل، تشرح لنا مثلا كيف نفرق ما بين الانواع هذه؟ تمام، النحل الطنان هو حجم جسم النحل اكبر من النحله الجامعه للعسل الابيس مليفيرا. النحل الطنان بسبب الشعرات الزايده اللي على جسم النحله نفسها، فهي تساهم اكثر في تلقيح النباتات، تجمع غبار طلع على جسمها، يعني تلصق في جسمها بسبب الشعرات التي على جسمها اكثر، فتساعد اكثر في التلقيح. حاليا يتم استخدام نحل الطنان بشكل موسع داخل البيوت المحميه، داخل البيوت البلاستيكيه، فيربى نحل الطنان حتى داخل البيوت البلاستيكيه لامرين، لزياده كثافه المحصول وزياده جوده المحصول. النحل الطنان نحل الطنان نعم، ولكنه لا يمكن، هو يجمع العسل ولكن ليس بالكميات التجاريه التي يمكن نحن ناخذها من النحل الابيس مليفيرا الجامع للعسل. جميل جدا. طيب ايش الصعوبات اللي ممكن يواجهوها مربو النحل للعنايه بالنحل علشان يحافظ على نفس الانتاج في المزارع؟ الصعوبات كثيره صراحه، مثل ما تكلمت انا، الزراعه الجائره، زراعه المحاصيل الوحيده اللي هي تنتهي عند انتهائها يجب ان نرحل النحل او نقوم بتغذيته وكذا، فهذا من الصعوبات اللي يواجهها النحال، فانا مضطر اني انا ارحل نحلي كل مره لاجل انه الحق المحاصيل اللي خلال السنه تكون موجودة. انحسار المروج الخضراء على حساب المصانع والكتل البيتونية، هذا أيضا يعني غير أنه هي المصانع والأبنية، غير أنه نحن نأخذ من المساحات الخضراء، نحن أيضا نبث سموم في الجو وفي التراب، هذا تؤثر أيضا على التوازن البيئي يعني، وتؤثر على النحل بشكل سلبي جدا. أيضا المزارعين اللي هم بحاجة ليكون محصولهم جيد يكافحوا الآفات برش المبيدات، رش المبيدات هذه كما هي تقضي على الآفات التي تؤذي المحصول، هي أيضا تقضي على نحل العسل للأسف. للأسف فعلا. أيوة، فيعني يجب مكافحة الآفات بالأعداء الحيوية، فيعني يجب أن نوجد بديل حيوي للمبيدات الكيميائية، فنحن حتى نكافح آفة نجد عدو الآفة الحيوي هذا ونصنع منه توازن حيوي، يعني توازن بيئي داخل المحاصيل، يعني داخل المزروعات اللي نحن نقوم فيها بشكل تجاري. هذا ممكن انه نحن ساعدنا بشكل كبير نحافظ على النحل ونحافظ على توازن البيئي، ما نرش مبيدات كيميائيه تؤذي المحصول حتى. اليوم للاسف نشوف استخدام الكبير للمبيدات الحشريه في الزراعه، وهذا زي ما وضحت ممكن يضر الانسان وكذلك البيئه، بيئه الحيوان يعني سبحان الله. صحيح. طيب اليوم لو شخص حابب يربي نحل يعني هل لازم يكون عنده خبره مثلا علميه؟ بماذا تنصح؟ اعطينا هكذا نصائح واسرارك الخاصه. البدايه دائما يجب ان تكون صغيره، يعني الواحد لازم علشان يجرب ياخذ خبره. ما في مشكلة أبدا من يكون عنده واحد شخص يرجع له دائما يسأله يفيده في الأسئلة التي هي تكون في البداية، يعني النحل اليوم يصدر صوت غريب، كيف اتعامل معه؟ هل هو اليوم النحل مثلا أشعر أن النحل اليوم شرس زيادة، فما المشكلة؟ هل تنقصه ملكة مثلا؟ هل يوجد جوع؟ هل يوجد حر شديد؟ فهذه الأسئلة واحد ممكن أنه يأخذها في خبرة، ولكن الأفضل أنه يكون في عنده شخص يلجأ له يسأله هذه الأسئلة. وطبعا الإنترنت صار يعني بسهولة الواحد ممكن يبحث ويجيب أي معلومة بشكل مباشر يعني، فممكن بداية الواحد صناديق النحل أصبحت يعني
صناديق تربية النحل أصبحت سهلة التصنيع ويعني بشكل جدا كبير صارت بشكل تجاري لهذه الصناديق مصممة، لأن نحن نأخذ منها العسل ونأخذ من المنتجات الخلية الأخرى كالشمع وغذاء الملكات والبروبوليس. فهذه أبعاد الصندوق هذا، حتى أبعاد لانجستروس اللي سواها العالم الأمريكي لورينزو لانجستروس عام 1852 ما زالت تستخدم بشكل تجاري اليوم، وهي سهلة الصنع. ممكن على اليوتيوب تكتب باللغة العربية أو الإنجليزية خلية لانجستروس، فطريقة أبعادها وطريقة قص الخشب وصنع هذه الخلية بالمسامير وأدوات بسيطة يعني. فممكن إحنا نبدأ بصندوق أو صندوقين من خلية لانجستروس، ممكن على سطح البيت أو على جانب الحوش يعني، ونشوف كيف النحل يعمل. جميل جدا. حتى احنا نشوف في اليمن يعني يتبعوا كمان اسلوب استخدام جذوع الاشجار، فيكون في طريقه معينه لمساعده النحل على انتاج العسل بداخله. لكن في الوقت نفسه يعني تغذيه النحل يمكن من الاشياء اللي واجهوها يعني اليمنيين بالاخص مع يعني انحسار يعني المساحات الخضراء، فيعتمدوا على السكر في التغذيه. انت ايش رايك في هذه النقطه، تغذيه النحل بالسكر؟ يعني هذا الملجأ الأخير، يعني آخر الدواء الكي. فما نحن ما نترك النحل يموت، فمضطرين نحن نغذي النحل بالسكر وبالمعاجين الكاندي اللي هي يعني تكون عوض للنحل عن المرعى الأورجانيك الطبيعي اللي هو يرعى فيه النحل. ولكن ما يأثر هذا على إنتاجها؟ ما يغير من مذاقها من طعمها؟ طبعا النحال اللي يخاف ربنا يطعم النحل سكر، بس ما يجمع هذا السكر ويقول أنه هو عسل طبيعي، يتركه للنحل عشان يتغذى عليه. ما يترك يعني نحن لما نجمع العسل من النحل، كيف نترك النحل يموت؟ يعني هو النحل يجمع هذا العسل عشان يتغذى عليه في الشتاء ويتدفى فيه، فنحن نجيب بداله سكر. فهذا ما لازم نجمع السكر بعدين على انه عسل طبيعي. طيب استاذ يوسف، احنا عندنا في اليمن العسل خط احمر، ما نصافطش فيه يعني بلهجتنا نقولها. أيوة. كذا. طيب انا اليوم احب اشتري عسل لكن ما عنديش خبره بانواع العسل، وخاصه انه بالسوق الانواع كبيره وكثيره وكل واحد يستعرض يقول هذا عسلي الاصلي، كيف اعرف العسل الحلو من العسل اي كلام؟ يعني حقيقه هو الخبره تلعب دور. فمثلا شخص ربي في مكان عارف انه هذا طعم العسل الاصلي يكون بهذا الشكل، فهو مجرد ما الواحد يجرب طعم العسل، ايوه انا اذكر هذا الطعم اللي ربينا فيه اللي انا اكله وانا صغير من هذا الكلام يعني. انما انه نحن ممكن نعرف هل هو مخلوط سكر، هو مخلوط عسل ثاني اقل جوده، او هذا لا يمكن انه يظهر في الاختبارات البسيطه، نحط نقطه ماء وكذا، هذا كله كلام. نشوف في الانترنت بعض التجارب اللي تقولها لو حصل له كذا فهذا معناته انه مغشوش، هذا غير صحيح يعني؟ غير صحيح، لا ابدا. في المختبر حصرا، في المختبر باستخدام يعني ادوات معينه، ادوات مخبريه يعني صعب انه تتوافر مع الناس، ممكن نحن نشوف انه هذا العسل مخلوط او في غش او كذا، لانه نسب السكر فيه ممكن تتفاوت. نحن نشوف نسب الجلوكوز والفركتوز، كم وحده غبار طلع موجود في العشر جرام من العسل، هذه تدل على ان العسل اصلي او لا. جميل جدا. يعني نقدر نقول انه تربيه العسل ما تحتاج مثلا يعني نروح مثلا الارياف علشان نربي فيها العسل، انا ممكن مثلا في سطح البيت اربي العسل او اربي النحل علشان انتاج العسل. ايه ممكن، طبعا ممكن، هذا لازم نحن نشجعه يعني للاسف. بس في يعني ممكن نحن نتعرض لصعوبات بسبب يعني انه نحن لو انا حبيت مثلا ان انا اليوم اجيب خلايا نحل احطها على السطح، فلازم انا اكون حريص انه في محيطي انا ما اروح انزع النباتات الصغيره اللي ممكن نحل يتغذى او يرعى عليها. فهذا الناس تكافح النباتات الصغيره مثلا، تعشبها في البساتين او في المحاصيل اللي البساتين تزرع فيها المحاصيل، فيروحوا بعد ما انتهاء المحصول يبيدوا هاي النباتات الصغيره اللي ممكن كان النحل انه يتغذى عليها. ايه فلا نحن لازم نخلي بشكل مثل يعني اكرر نفس الفكره انه نحن لازم نعمل على انه يكون على مدار العام يوجد نباتات يتغذى عليها النحل، سواء كان في المدينه حوالين البيوت في البساتين. ايوه بعدين في شويه محاذير نحن لازم ناخذها في حال كان النحل قريب جدا من البيت. يعني النحل يلصق مثلا على الاثواب اللي لونها ابيض، ممكن انه يعني النحل ما يلوث الخليه فهو يخرج خارج الخليه عشان يعمل حاجته، فممكن يلوث الغسيل الابيض مثلا. رائحه الصابون او رائحه الغسيل او العطور ممكن انه تخلي النحل يصير عصبي. ادوان يعني لما يشم رائحه العطور. ايوه يعني نحن أيوة. لما نكشف على المنحل، لما ندخل المنحل لازم ما نكون
استخدمين اي نوع من انواع العطور، لازم عشان ما يهجمش على الشخص. بالضبط ايوه، فعلا حازل يعني انه عشان ما يكون النحل اللي يهجم على الاطفال مثلا او يزعج الناس. ايوه. طيب سؤال اخير يعني بالنسبه لكونك بستغل وجودك اليوم معنا، بالنسبه للاشخاص مريضين السكر، هناك بعض الاشخاص يقول ممنوع انه ياخذ عسل، هل هناك انواع عسل خاصه بالامراض يعني مريض السكر؟ مكون اساسي جدا من العسل هو السكر. فاي واحد عنده مرض سكر او يشتبه انه عنده مرض سكر لازم انه يستهلك العسل تحت اشراف طبيب. لازم انه يستشير طبيبه الخاص انه هل انا مسموح لي اتناول العسل او لا، لانه من اهم مكونات يعني 60 او 70% من العسل هو عباره عن سكر، يعني سواء جلوكوز فركتوز يعني انواع السكر المعروفه. ايوه فعلا هذه اشياء يعني يعود اليها الاشخاص مع الاطباء، لكن احنا سعدنا اليوم ان احنا تعرفنا على دور هذه النحله من خلالك يعني، وكيف دورها مهم جدا في عمليه التلقيح لكافه المنتجات اللي بناكلها بشكل طبيعي. ونتمنى فعلا انه البشر يتخذوا اجراءات يعني سريعه لحمايه البيئه، عشان مش بس الكائنات الكبيره اللي احنا نعيش فيها، لكن ايضا هذه الكائنات الصغيره. مهم جدا. نعم شكرا لك يعني يوسف ابراهيم، نورتنا في صباح بلقيس، وانت مختص في تربية النحل، سعدنا بهذا اللقاء معك. شكرا على السعادة، شكرا لكم اللي طرحتكم هذا الموضوع المهم صراحة. يعطيك ألف عافية.